أهلا وسهلا بالدكتورة لما مطر. حضرتك متخصصة بالتغذية الجماعية، أكيد هلا المشاهدين عم بيسألوا شو يعني التغذية الجماعية. ثانك يو. التغذية الجماعية هي اللي بنسميها كوميونيتي نيوتريشن، يعني التغذية اللي بتتعلق بالصحة والوقاية من الأمراض للجماعة، سو كبوبوليشن ككوميونيتي، مش فردية من شخص لشخص. شو البروجكت اللي كنت عم تشتغل عليه؟ اوكي، البروجكت هذا الجديد اللي اخذنا منه تمويل من اليونيسف، نحن كال اي يو كالمؤسسه، هو كوميونيتي بيزد انترفنشن، يعني مثل برنامج بيتعلق بالتغذيه الجماعيه. الاختصاص تبعه يعني هو البرنامج فوكست على النيوتريشن للاطفال دون عمر ال5 سنين وللرضاعه وللتلقيح. على شو بيعتمد؟ اوكي، شو توجهاته لهالبرنامج؟ اكزاكتلي، سو هو البرنامج توعيه. سو نحن الاليو رح نبعث الخريجين تبع النيوتريشن من البروجرام لعنا على البي اتش سيز او البرايمري هيلث كير سنترز بلبنان، يعني مثل المستوصفات، اكيد تحت رعايه وزاره الصحه بلبنان وبتمويل من اليونيسف. بنبعتهم على المستوصفات وبيشتغلوا كل يوم على عدة نشاطات، هدول النشاطات كرمال التوعية على أهمية الرضاعة عند الأمهات الحاملات أو اللي مستقبليات. بيعلمون كمان شو يطعموا أولادهم بعد الرضاعة لعمر ال5 سنين، لأنه تغذية الطفل بهذا العمر كتير كريتيكال للصحة على مدار العمر بعدين، وعلى أهمية التلقيح الـ يعني الهابيتشوال فاكسينيشن، يعني يتبعوا بروجرام التلقيح اللي معتمد من وزارة الصحة. وكمان في بارت صغيرة على صحة الفم، يعني الأورال هيلث. هدول أكبر نقاط بالبروجرام. شو صحة الفم؟ شو الأورال؟ يعني كل شيء يعلموا الأهالي قد لازم يفرشوا أسنانهم، شو لازم يستعملوا، عن الفلورايد اتسترا. هلا المستفيدين من هذا المشروع كأول فترة رح يكونوا حوالي 10,000 بنفشري، اوكي، موزعين على هالخمس الفايف سنترز اللي أول شيء رح نغطيهم. هلا نحن هدفنا نغطي بعدين أكثر سنترز، بس أكيد بالأول بنفضل نبلش بعدد صغير، نتمكن من البرنامج، نتأكد إنه كله عم بيمشي مثل ما نحن مخططين، وبعدين بنوسعه على نطاق أكبر بلبنان. ال 44,000 دولار اللي حصلت عليهم من اليو إن، كيف رح يتم استعمالهم بمشروعك؟ اوكي، سو هن ال 44,000 اكبر بارت منهم، يعني تقريبا ثلاث ارباعهم رح يستعملوا دايركتلي مع الكوميونتي، لانه بتعرفي انت اذا بدك تعملي برنامج توعيه في كثير ماتيريال بدك اياها، في برنتينج اوف ماتيريال، تحضير للاكتيفيتيز، للهيلث فيرز اتسترا. سو ثلاث ارباع المصاري رح يروحوا على هالمجال، وفي بارت صغيره من المصاري رح تروح على التمرين للمتخرجين تيروحوا يعملوا هل البروجرام. اوكي، سو كرمال التمرين، لانه بنعمل لهم كذا تمرين تكنيكال، الكوميونيكيشن مع الكوميونتي، تقدروا يغيروا البيهيفير تتكون افيشنت، لازم نمرنهم لهال الطلاب اللي تخرجوا من ال اي يو اللي عاملين نيوتريشن اوريدي، وهن رح يروحوا على الارض اذا بدك يطبقوا المشروع. وهذا التمرين كمان اكيد بكلف ريسورسز وشوية مصاري. قديش ممكن تكفي الشيء؟ يعني التغذية ما بحس بتخلص، خاصة للأطفال أو لهالجنريشن يلي حضرتك عم بتهتموا فيها، للكوميونيتي وغيرها. قديش ممكن يكفي وين تتطور هالدراسة؟ اوكي، هلا هو إذا بدك تنفهم شوي تأثير هالبرنامج خاصة، هو بلشنا بهذا البرنامج لأنه من وزارة الصحة بيعرفوا هن بس يعملوا مسح بلبنان، بيعرفوا انه في نقص بعينات يعني محدده، كثير صار فيها نقص ولازم نعمل شيء كرمال نوعي بهالمجال. مثل مثلا رح اعطيك اكزامبل الرضاعه. الرضاعه بلبنان عندك تقريبا بس 24% من الاطفال عم بياخذوا الرضاعه لست اشهر اكسكلوزيف. هذا الرقم 24% كثير قليل وكثير واطي، وكل الدراسات اكيد فرجت انه الرضاعه بتحمي من كثير امراض لبعدين، بتخفف الكوست اوف هيلث كير، بتحمي من عده
امراض. سو لازم نشجع الرضاعه اكثر. كانت مثلا الرضاعه برايورتي بهالبروجرام. سو حطينا الضوء على الرضاعه. نفس الشيء الايمونايزيشن، التلقيح. يعني اذا ما بيعملوا فاكسينز كمان بنرجع بنوعها بمشاكل كثير كبار. هلا عم بيصير في فاكسينيشن بلبنان بس مش عم بتأدي. سو لازم يكون في توعيه اكثر للاهل على تلقيح التلاميذ اولادهم. سوري، قديش عم بيكون في تجاوب معكم من الاهل خاصة من الام الحامل المرضعه او بانتظار مولود للرضاعه؟ هلا هي البروجرام، نحن هلا اجينا التمويل ورح نبلش باول فبروري. سو ما فينا اقول لك اكزاكتلي على هذا البروجرام لانه بعد ما بلش هلا بفبروري، بعدنا عم نعمل التمرين، هلا عم نعمل دورات التمرين. بس اجمالا الاكتيفيتيز اللي قررنا عليهم اللي بدنا نعملهم بالكوميونتي هن كلهم بيزد على ريسيرش من قبل بفرجي انه هل نوع النشاطات بيأثروا بيغيروا اذا بدك البيهيفير تبع العالم، وبيعتمدوا الناس اكثر الرضاعه، طريقه اكل احسن للاطفال، بيلقحون اكثر اتسترا. سو عم نتامل انه هالميثودز اللي هن مبينين اوريدي انهم افيشنت يكونوا كمان افيشنت بهال. تبتدوا بفبروري، اي متى بتخلصي؟ فبروري هو رح نبلش اول فيو مانس، بعدين رح نكفي على السنه. ومن بعدها اكيد اذا مش حل البروجرام بنضلنا نكفي على نطاق اكبر، يعني بضل مستمر بالزمن وبالتوسع الجيوغرافي كمان. بدي اتشكرك وجود لك، شرفتينا. منتابع مشاهدينا مع ماهر عوض اللي شرع ابواب قصره امام الفقراء والمحتاجين.